انا اسمي شوب لسلوم من فيوم. بشتغل ايه؟ بشتغل طربي ادفن الميتين من ساحة ما ربنا خلاني وانا بشتغل ادفن الميتين. بقالك كم سنة؟ بقالي حاجة بتاع 60 سنة يا بنتي. انا جيت ما كانش في، انا مشيت سبت اهلي وجيت، ان ابويا كان ناس فقري يعني فقر يعني، فانا جيت اشتغل عشان اعينهم. جيت لقيت على راجل هنا اسمه محمود غانم الله يرحمه، هو اللي علمني. قعدت معاه افتح، هو كان المعلم بتاعي. وقبليه كان حسن عرموش، واحمد عرموش، لكن انا اشتغلت مع محمود، اشتغلت مع اللي هو كمال، اشتغلت مع تسوقي. قلب جامد مع ربنا، دماغي مش موجودة مع أي بشر، مع ربنا. لأن أنا شلت جثة بعد عمر طويل هيقلشيني، لو جرجرتها أنا هبقى الجرجر، لو شلتها برأفة أنا هبقى الشر برأفة. عاملي مع ربنا أحسن من عملتي مع العبد. دايما بيبقى فيه أسرار أنتوا الوحيدين. ما أعرفش عنها أسرار، ما أعرفش عن الأسرار حاجة خالص، عشان ما أوهمكش. اقول لك شفت تعبان، شفت جان، شفت حية، شفت هو طلع كلمني ما حصلش في المنطقة دي، او ما دفنتش واحد ان كان بقاله 20 سنة 30 سنة ما عودتش لقيته زي ما هو كله محلل. انت بتدفن حريم ورجال؟ بدفن حريم ورجال. محلل ان انت تشوف ست او ان انت تفتح الغطا من عليها رجل؟ ما حلش عنها كلها. انا لمؤاخذه بمسك الطرفين دول اللي هم على وشها كده، وادخل ايدي اشيل القطنايه والحته القماشه اللي على وشها عشان امسح لها الميه اللي هي القطنايه شربها من الوسط وارماها فوق دماغها كده، واغطيها تاني اسطرها تاني بس، واجي حاططها على الجنب اليمين واطلع. اجي من ياما على الجنب اليمين واطلع يا بنتي، واجي قدامها محضن عليها بالرمل بس. لكن ما بتكشفش عنها؟ والراجل؟ الراجل انا بهوي عنه عشان دي برضه بهوي عنها، بس من فوق من بره عشان بنتنفخ ونرجع ننزل على ما فيه. اضطربت عليا واتكسرت. ازاي؟ عامل عملية مركب شريحتين و7 مسامير. اتربيت عليك ازاي؟ كده من فوقية. كنت جواها يعني؟ كنت جواها بفتح لميتها من عين شمس الشرقية، وبعدين لقين حضور لقين ورا الميتة، ركبوا فوق التربة قديمة. الجن؟ لا البشر، مش جان ده البشرية. راحوا وقعين عليها التربة. لما وقع على التربة الدستور الحيطه وقعت على حقيه، انا قطمته. رحت المستشفى، شولوني اهل الخير وداني المستشفى، عملت العمليه في المستحصيه عند محمود شحاته الله يصلح له حاله، هو اللي زيه يقول من يصلح، وما خدش مني فلوس كتيره. ليك دخل تاني غير لا يا بنتي، لا يا بنتي، انا باخذ الدخل بتاعي باخد من الضمان 360 جنيه. باخد الضمان بتاعي من البسطة، من البتاع دي، البتاع اللي بقول عليها دي، باخد 360 جنيه يا بنتي. بس. وبتشتغل على موضوع الطرق، ان انت بتدفن بس. بدفن بس. شوف. ده.